وللحديث عن عودة التظاهرات بقوة الحشد الكبير المتجه من جميع محافظات العراق باتجاه بغداد والعنف المفرط الذي تقابله القوات الحكومية، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات الأستاذة ناهد أحمد. أستاذة ناهد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لمعهد كارنيجي في تقرير له، توقع عودة التظاهرات بشكل أقوى ضد فساد الأحزاب. أستاذة ناهد، ما الذي أوقفها وما الذي سيعيدها وأعادها الآن بكل هذه القوة؟ والله طبعا قبل كل شيء يعني أشكركم لاستضافتكم إلي، بس اللي أوقفها بصراحة إحنا احترمنا الوضع الصحي، جائحة كورونا أوقفناها، لأن تعرف كورونا مسيسة، الجائحة حاليا مسيسة. ثانيا احنا ضد التصعيد بالعنف. العنف احنا ضده، احنا ما احنا نريد تصعيد سلمي، وحاليا هذا تصعيد الميليشيات. يعني بصراحه انا اقول لك اياها، تصعيد الميليشيات مو تصعيدنا. قسم من المتظاهرين ترى ما عندهم يعني علم، هذول نصابه وحاليا ما عندهم علم، جايين على نيتهم وتدتهم الميليشيات طبعا بالعنف المفرط واذتهم، بس احنا ضد هذا التصعيد الغير سلمي. طيب استاذه ناهد، حشود المتظاهرين بدات بالتوجه الى بغداد قادمين من محافظات وسط وجنوب العراق، وذلك للمطالبة بإسقاط النظام المحاصصة الطائفية وأيضا تنفيذ مطالب الثوار الوطنية. كيف تابعت استجابة المتظاهرين للدعوة والحشد لذلك؟ المتظاهرين مثل ما قلت لك احنا أجلناها، احنا مو 1/7 أجلناها، بس قسم من المتظاهرين قلت لك مثل ما قلت لك ما عندهم علم، الظاهر جو على نيتهم ما عد خبر بالموضوع، فتلقيتهم الميليشيات بالعنف المفرط اعتيادي، هذه تلقينهم دائما يقتلونه، وهو بالحقيقه بين الحكومه والميليشيات الاحزاب، مو احنا المتظاهرين لا. طيب. احنا حاليا اجلناها من جانب الميليشيات. إذا ما تحدثنا عن الأسلوب، هل تعتقدين أن أسلوب مصطفى الكاظمي يختلف عن من سبقوه بالنسبة لمواجهة المتظاهرين بالعنف؟ هل سيكون هناك تغيير ربما؟ والله مصطفى الكاظمي ثبت أنه لحد الآن بالخطوة الصحيحة، لكنه شنو أستاذ؟ هي اللي هو اللي يستهدف ميليشيا حزب الله. طيب. طبعا هي مو فقط ميليشيا حزب الله، يعني الكتل السياسيه كل تعرف حضرتك عندهم ميليشيات. فاحنا ضد كل هاي الميليشيات، احنا نريده ضد كل هذه يتحرك، مو بس ميليشيا حزب الله، ميليشيا حزب الله هي قتلت المتظاهرين. لا لكن استاذه ناهد، لكن استاذه ناهد يعني اليوم اصابات وايضا جرحى بصفوف المتظاهرين بسيطرة اللطيفية الواقعة جنوب بغداد، وذلك إثر إطلاق القوات الحكومية وأيضا الميليشيات النار على المتظاهرين. بماذا تفسرين إذن هذا العنف، ومن يرأس الحكومة هو مصطفى الكاظمي؟ نعم. احنا حاليا مو كلش ضده، يعني بصراحة أقول لك بنشوفه قبل بياخذ خطوات بالاتجاه الصحيح. نعم. بس لحد الان ما بنشوفه مثلا دي يطالب، احنا مطالبنا القضاء على الاحزاب. نعم. او على الكتل، النظام البرلماني بالذات هو دي ممثل مال كتل حزبيه. وعباره عن دكاكين لجمع الفلوس والكوميشنات والى اخره، احنا ضد كل هذا، احنا ما نريد هذا النظام، احنا نريد تغيير كامل. فانت يا استاذ الكاظمي مو فقط امام حزب الله انت تستهدف حزب الله، احنا نريد نستهدف كل الميليشيات، هذا الهدف مالتنا، احنا نريد هالشكل، وحاليا احنا موقفين، احنا احتراما للجائحه المسيسه.
طيب أستاذ ناهد، هل تم تحديد موعد لانطلاق تظاهرة في بغداد والمحافظات؟ والله اي راح اللجنة المنظمة ان شاء الله راح تخبرنا بموعد انطلاقها. نعم. من بغداد الناشطة في التظاهرات الأستاذة ناهد أحمد، شكرا جزيلا لكم.